الأرصاد الجوية غدا وبعد غد نزول زخات مطرية محليا قوية تتراوح مقاييسها ما بين 60 و160 ملم، وذلك في مناطق الصويرة أكادير إداوتنان شتوكا إتبها إنزكان إتملول تارودانة أسفي شيشاوا الحوز ورزازات تنغير تيزنيت وسيدي إفني. كما ينتظر تساقط ثلوج غدا وبعد غد في المرتفعات التي يتعدى علوها 1700 متر، وسيتراوح علو الثلج ما بين 30 و80 سنتيمترا، وذلك في كل من الحوز تارودان تشيشاوا أزلال ورزازات تنغير ميدلت بني ملال إفران تازا بولمان والحسيمة.